السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من ليلة اليوم والأيام القادمة بحول الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فبغيت ربي يسهلك والله يرحم الوالدين، ديروا لنا واحد لايك وواحد اشتراك، الله يجازيكم بخير. سوف نقدم لكم المناطق المعنية بالأمطار الخير والأمطار الجد العاصفية والقوية جدا، فالمرجو إكمال الفيديو لتفهموا عن ما أتحدث وشكرا لكم. بالنسبة إن شاء الله لزوال اليوم وكذلك الفترة الليلية بإذن الله، فيتوقع أن تكون أجواء غائمة أقصى شمال المملكة والمرتفعات مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة. أما بالنسبة إن شاء الله ليوم الخميس فمن المرتقب دخول بعض الزخات الرعدية أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة بحول الله. بالنسبة لفترة بعد الزوال فسوف تستمر بعض القطرات المطرية على أقصى شمال المملكة وبعض الزخات الرعدية كذلك في الأقاليم الجنوبية للمملكة بإذن الله. بالنسبة للفترة الليلية فيتوقع استمرار بعض الزخات المطرية بإذن الله على الأقاليم الجنوبية للمكة وكذلك على قلمين بإذن الله بعض الزخات المطرية والسمارة بحول الله. بالنسبة إن شاء الله ليوم الجمعة فيتوقع بإذن الله في الفترة الصباحية استمرار بعض الزخات المطرية على الجنوب الشرقي والمدن المعنية إن شاء الله، فهي الرشيدية وتنغير وكذلك مرزوقة وأرفود وأتبانت، تساقط ثلوج مهمة إن شاء الله على ميدلت وتومفيت وإملشيل وأتبانت وكذلك أوكيمدن وأمزميز، أمطار حاضرة كذلك على تازنخت وترودانت وتليوين وإغرم وأكادير وإيداود، أمطار كذلك حاضرة على إغرم وتافراوت وطاطا وآش المزيد بإذن الله، وأمطار كذلك حاضرة على السمارة بقوة إن شاء الله. بالنسبة إن شاء الله الفترة المسائية فتوقع استمرار هذه الأمطار إن شاء الله على قلميم وزاقورة وكذلك السواحل الغربية للمملكة والصويرة وأسافي بإذن الله، سيدي بنورة الوالدية اليوسفية وكذلك أولاد فرج والجديدة ستات برشيد القارب بن سليمان الدار البيضاء والرباط بإذن الله، ستكون كذلك بعض الزخات المطرية والجنوب الشرقي للمملكة بإذن الله. بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة ستكون أجواء نسبية غائمة إلى قليل السحب. بالنسبة كذلك اليوم السبت إن شاء الله فيتوقع استمرار بعض الزخات المطرية على أقصى شمال المملكة وكذلك على زاقورة، مع تقدم منخفض جو سيؤدي إلى أمطار قوية إخواني الأعزاء، فالمرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية بالأمطار الجد القوية. بالنسبة للفترة المسائية من يوم السبت فيتوقع دخول بعض الزخات المطرية على بطاطا الحاج وكيكو وكذلك ميدلتش وتبانت والجديدة بإذن الله ووجدة وتطوان. بالنسبة إن شاء الله ليوم الأحد فيتوقع دخول أمطار جد قوية على العرائش بإذن الله وكذلك وزان شفشاون وأمطار حاضرة على قرية بو محمد وتونات وإيساقن. الفترة المسائية من يوم الأحد فيتوقع استمرار بعض الزخات المطرية على باب برد وتطوان والعرائش سيدي سليمان إن شاء الله. بالنسبة ليوم الاثنين إن شاء الله فيتوقع أن تبقى بعض الزخات المطرية فوق المرتفعات والريف وكذلك أقصى شمال المملكة. بالنسبة ليوم الثلاثاء فيتوقع دخول أمطار جد قوية وعاصفية جدا في الفترة الصباحية والمسائية على السهول الغربية والمدن المعنية إن شاء الله، فهي الناظور الحسيمة باب برد تطوان وسيدي سليمان الرباط سلافاس مكناس تازة تونات وكذلك تاوريت بإذن الله والخنيفرة وسطات والجديدة الدار البيضاء بن سليمان وكذلك برشيد القارة سطات أولاد فرج الجديدة وادزم المحمدية السالة بإذن الله، أمطار جد قوية وعاصفية جدا على مكناس والخميسات بإذن الله وإفران وتالا وتازاوطة الحاج وخنيفرة وزود الشيخ وابن ملال قلعة سرغن أكادير بوعشيبة أزيلال مراكش شيشاوة بإذن الله والوالدية سيدي بنور. بالنسبة إن شاء الله كذلك الفترة الصباحية من يوم الأربعاء فيتوقع استمرار الأمطار جد قوية على فاس وتازة وخنيفرة كيكو خريبقة وكذلك ابن ملال وسطاتش والجديدة وآسفي بإذن الله. بالنسبة كذلك إن شاء الله الأيام كذلك الفترة المسائية فيتوقع استمرار الأمطار إن شاء الله على خنيفرة وبإذن الله خريبقة سطات الجديدة كيكو ميدلت ابن ملال آسفي وفاس وتازة ومكناس وكذلك التعونات والدريوش بإذن الله، ستكون بعض الزخات المطرية إن شاء الله. بالنسبة كذلك اليوم الخميس فيتوقع استمرار بعض الزخات المطرية أقصى شمال المملكة وكذلك المرتفعات الأطلس بإذن الله والمدن المعنية فهي خنيفرة بإذن الله وكذلك المناطق المعنية فهي مرتفعات الأطلس، مع تقدم منخفض جوي آخر إن شاء الله فالتوقعات ما زالت بعيدة المدى بإذن الله، نسأل الله الثبات. وكذلك بالنسبة ليوم الجمعة فيتوقع دخول أمطار ومنخفض جوي قوي على وجدة وتاوريت والحسيمة والناظور فاس وكيك وتازة وخنيفرة وبن ملال وتبانت وتروج قوية كذلك على مرتفعات الأطلس ومراكش وتارودانت وأكادير وتليوين والصويرة وإداود وكذلك شيشاوة بإذن الله، أمطار حاضرة على بلفع وإتباها وتاونات وأكادير وسوس بإذن الله، ستكون أمطار جد مهمة إن شاء الله. بالنسبة كذلك الفترة المسائية بإذن الله فيتوقع أن تبقى بعض الزخات المطرية